او دمك وشاله حتى وسط قبره وتخاصه والحنانه وخمام قبره ولا ما يرتشعل بنار لم جميع وصال ابوه اللي انحطم ولا الهشام حتى قطعت قلبه اللي طلعها بالسهر ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام لما وخمام قبره وقام شمم من حرام رد علي الاكبر لقاه مقطع وراسه قطيع لعب قلبه وانحناله وشاله بقلب الوجه جهز وجهز الجاسم واخوته ورا الرضيع التفت للمجرعة وحنه تعلت حسرة قصد للمسنات يسجب عبرته معنى الظهار شاف ليث الحرام متوسد ذراعه على النهر يا عمي لعب قلبي من المصايب والقهار ريت داري يعود لي بالليالي المزهرة وين جفينك يا عمي وين راسك وين وين راسك والعلم اهلو سلمة جفوفك جان ما حرق الخير وجان ما واحد كفو يسلب يتيمة من الحرام بذمتك زينب يا ابو فاضل وتمشي ميسرة يا الله إلهنا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفر والكافرين لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن عند ظلمتي أن تصل إلينا اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا يا كريم اللهم شافي مرضانا لا سيما مرضانا المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل والفرج اللهم فك أسرانا لا سيما أسرانا المنظورين المساجين والمسجونات والمعتقلين والمعتقلات اللهم فرج عنهم يا الله وهن عليهم بإطلاق سراحهم يا الله اللهم ارحم شهداءنا رحمة الأبرار اللهم أرجع مسافرينا خصوصا المبعدين والمسقطين جنسياتهم من المؤمنين اللهم أرجعهم سالمين غانمين وفرج عنهم يا الله فرجا عاجلا وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والجالسين ومن مات على الإيمان خصوصا إلى شهيدنا الفقيد الشهيد القائد الميداني حسين شرف وإلى إخوانه من الشهداء اللهم تغمدهم برحمتك يا الله اللهم أسكنهم الدور والقصور اللهم ارحمهم برحمتك وأسكنهم الفسيح من جنتك اللهم اخلف على عقبهم في الغابرين وعندك نحتسبهم يا رب العالمين
اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمهم برحمتك يا الله، وإلى أرواحهم وأموات وأرواح موتانا وموتى الحاضرين والجالسين والمؤسسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات.